يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم في جبهة نهم نحو العاصمة صنعاء، فيما تقوم المدفعية بالتمشيط أمام المشاة واستهداف تجمعات ميليشيا الحوثي والمخلوع فيما تبقى لهم من جيوب حول معسكر الفرض الاستراتيجي. نقوم بالتمشيط قبل المشاة بحوالي 100 متر هكذا قبلهم، ونضرب إلى داخل المعسكر وأحواله، وما تفكيرنا الزايد للمعسكر، تفكيرنا الزايد لا قبل المعسكر بعد المعسكر وخلفه وكذا، نتقدم على صنعاء وكذا وغيره. ثاني هاجل في داخل المعسكر شوية من الشراذمة هؤلاء الحوثيين الذي لا لهم مقر في بلادنا، يعني يطلون على الجبال بالقناصات، يحاصرون أصحابنا هكذا بالقناصات ويتواجدون بقلة وليس بكثرة، ونقوم بضربهم بالمدافع والهاونات وكذا والقذائف الزمنية. هذا الدين خطط محكمة واستراتيجية يرسمها قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف العربي وملاحقة فلول الميليشيات الحفاشية التي تعاني انهيارا واسعا في معنوياتها وتقهقرا مستمرا في جبهات القتال المختلفة. جاءنا من أقصى الميمنة، معنا هناك الكتيبة الرابعة من اللواء 314 بالإضافة إلى الإخوة في 141 اللواء 141 بالإضافة إلى بعض الأفراد المقاومة. الحمد لله تم تطرق العدو من جهة الميمنة وطلوع في أقصى اليمين حتى قريبين الآن من الإريالات، هذه إن شاء الله قريبا بتسقط في خلال الساعات القادمة، وإن شاء الله يتحقق النصر. بينما إخواننا هنا في الميسرة استطاعوا أن يصلوا إلى تبة السحر الآن ويمسكوا بعض المواقع المهمة التي مشرفة على المعسكر. وتبقى معنويات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مرتفعة كجبال الفرضة تسابق قذائف المدفعية في ملاحقة فلول الإنقلابيين نحو العاصمة لتحريرها من هذه الميليشيات. هكذا تقوم مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتمشيط أمام المشاة المتقدمين نحو العاصمة صنعاء. زين العبد بن علي، قناة سهيل، من أعلى فرضة نهمة بمحافظة صنعاء.